معاك بطاقة انتخابية ولا لا؟ لو جات لك الفرصة دي انك تعملها بساعة هتيجي تعملها ولا هتفضل سلبي؟ تعالوا مع بعض نشوف رد فعل الناس. معاك بطاقة انتخابية؟ بجد؟ والله. بس ليه؟ انا تبع حزب البلد بلدنا وبشوف اللي ما معهوش بطاقة انتخابية لو يحب يعملها عاملين احنا معايا، بس عمري ما طلعت ليه. طلعت ايه يعني؟ عشان لو عايز تنتخب. لا محبش. مش بيبقى في انتخابات وبتاع؟ اه يا عم ننتخب بقى مثلا واحد زي حضرتك. سبب كل انتخابات الناس طبعا. لا هو كنت الاول ما انت 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 بتنتخب الشخص اللي انت مقتنع بيه. ماشي طيب ماشي ماشي بقى. ليه ما تبقاش عندك؟ دي بلدك يعني، بلدك يعني. انت يعني اي حد كده يجي ينتخبوه ويرشح لاي منصب وانت عادي مش فارقه معاك، ما هي بلدك. ما بلدي يا ريت بس تهتم بالناس الاول. معاك بطاقه انتخابيه؟ ايه يا حاج؟ ما عملتهاش. ليه؟ مش وقت اعملها. مش وقت ليه؟ ده بلدك، مصلحه بلدك. انا مش من مدينه نصر اصلا. مالهاش علاقة بمدينة نصر، ليها علاقة بمصر. لا والله. هو بيقول لي البلد بلدنا وموضوع بخص وطنية يعني. ما اعرفش اللي فيه بتاع اصلا بتتعمل عشان الانتخابات. المفروض ان في احزاب في البلد، المفروض ان الواحد عارف يعني كل حزب على حسب هو كل ممكن واحد يروح يعمل ايه. بصراحة ما حاولتش اروح انتخب قبل كده، مش عايز اعملها. انا يعني ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده خالص. شغل الاحزاب يعني عامة هيعمل البطاقة الانتخابات له عشان مصلحة للحزب بتاعه. ماليش دعوة بالسياسة وماليش دعوة بالانتخابات زي ما قلت الاخ. ما اعرفش مين انتخب مين عشان فاهم اروح وانتخب، مش هنتخب اي حد يعني. ما عنديش حتة الايمان بالانتخابات دي شوية. مش عايز اعمل ايه؟ طب ايه تنتخب بيها؟ انتخب بيها مين؟ انتخب بيها اي حد، اي حد رايح ياخد منصب. ما هي البلد بلدك. تحب تعمل بطاقة انتخابية في ظرف ساعة تيجي معايا في الحزب بتاعنا هنا؟ ماليش انا في الانتخابات والسياسه والحاجات دي. ايه اللي مالكش في الانتخابات والسياسه؟ مالكش في بلدك؟ هل انا عارف هل 80 مليون مثلا معاهم بطاقه انتخابيه؟ هل ايه؟ مليون يعني 80 مليون بتوعنا معاهم بطاقه انتخابيه كلهم؟ انا نازل هنا عشان اشوف الناس اللي معهاش بطاقه انتخابيه ليه ما معهاش، ولو تحب تعملها تيجي معايا دلوقتي في ظرف ساعه تكون عاملها. ايوه ببطاقتك. أيوة. بس كده. خلاص ماشي. ايه تيجي معايا؟ لا والله ما عنديش وقت اطلع بطاقه انتخابيه. زحمه الانتخابات. لا بتكلم بجد والله. معناش بجد. ليه؟ نروح نصوتهم بيها على فكرة. لا نصوتهم بيها على لا لا دي انا رحت صوتت قبل كده. انتخابات مجلس الشعب؟ لا صوتنا بجاب البضاعة. وكمان الانتخابات زحمة اصلا يعني ومش فارقة. ماشي حتى لا فرقة طبعا. مش فارقة. لا فرقة طبعا. هي بتطلع من سن كام؟ ملهاش عمر معين. عمر معين؟ لا مش معايا بصراحة. ليه؟ طب تحب تعملها؟ اه انا اللي اتعلمته ان ملهاش اي لازمة. مش ذات قيمة يعني مش حقيقية. ليه؟ ايه اللي يخليك تحس كده؟ مش عايز تضمن حقوق بلدك؟ تعالى بس كده عشان العربيات. عايز اضمن حقوق بلد، بس حقوق بلد مش هتمشي بالشكل اللي احنا عايزينه. اعمل عادي بس يعني الواحد يعني ما جرباش خالص ولا درسها ولا حاجه دي. انت مهما انتخبت ومهما عملت ما بتعملش اي حاجه. انا مش عارف بصراحه البطاقه الانتخابيه دي بتطلع منين اساسا. قال لي فكره ان انا ما يعني صوتك امانه ما وصلني ان انت ما انت سلبي. تمام؟ فإلى حد ما أقنعني يعني. الناس بتلاقي أي حاجة جديدة وبتحاول تخش فيها يعني انتخابات يلا انتخابات وبتاع.